للتاريخ المصري القديم آثار وأسراراً كثيرة، فالمصريين القدماء لهم تاريخ حافل قاموا بتدوينه على برديات وضعوها في مقابرهم التاريخية ومعابدهم ومكتباتهم الضخمة التي أتى عليها الزمن ودفنت في أنقاضه، فمنها ما خرج للنور ومنها ما زال مختفي ويحمل أسراراً. المصريون القدماء كانوا عظماء بمعنى الكلمة في كافة أمور حياتهم، فقد عرفوا علوم الفلك والطب والزراعة والصناعة والهندسة، وبرعوا في كافة المجالات ودونوا تلك المجالات وأمورها المختلفة على برديات. صناعة ورق البردي مكلفة وغير متوفر بكثرة، لذا كان يتم التعامل معه بحرص شديد، وتم عمل له حبر خاص للكتابة عليه باللونين الأحمر والأسود. أشهر أنواع البرديات: البرديات الطبية والوصفات العلاجية، برديات كتاب الموتى، برديات تسجيل العلوم والمراسلات الملكية والمعاملات الحكومية، وحتى تعلم الطلبة الكتابة. من أقوال معلم مصري قديم لتلميذه: كونك تهمل الكتابة وتمارس اللهو كمثل المعبد الخالي والبيت الذي انعدم فيه الخبز.